شي كان بإيدك وضيعته، لهيك ما بيحق لك ترجع أشياء أو أشخاص ما عرفت قيمتهم إلا بعد فوات الأوان وبعد ما ضيعت الغالي كرمال الرخيص. وقتها نصيبك من الفئة بكير إنك تشوفهم عم يبتعدوا أو ما حد تاني عرف قيمتهم وقت اللي أنت ما عرفتها ولا قدرتها. وقتها خلي الندم ينفعك.